في هذه اللحظات هي الحفلة الكريمة، تمت انطلاقة الشوط الأول الرئيسي لفئة الصعوبة مسافة 1500 متر في سباق الأصايل الأسبوع لفئة الحقائق اللي في أول المراكز. هي الحفلة الكريمة، عادي شاهينية في الملكية الشاهينية للسيد اللي في أول المراكز. هي الحفلة الكريمة، هذه رغم 8 شوق للسيد صقر بن حمد بن صقر المريخي في اول المراكز، اما اللي في ثاني المراكز هذه مزول سيد جار الله بن سالم ابو شريده المري في هذه اللحظات في اول المراكز، اما اللي في ثاني المراكز هذه رقم 10 هذه حشيمه للسيد عبد الرحمن بن محمد بن صرير المري في اول المراكز، اما اللي في انت تسللت مباشره من رابع المراكز الى اول المراكز هذه مزون للسيد ابو حشيمه للسيد عبد الرحمن بن محمد بن صرير اللي في ثاني المراكز اللي واصل هذه الاصايل للسيد احمد بن علي بن راشد السبيعي، اما اللي في رابع المراكز في ثالث المراكز مزون سجار الله بن سالم ابو شريده وروح مع اللي في اول المراكز هذه حشيمه في المحل الحشيم للسيد عبد الرحمن بن محمد بن صرير في هذه اللحظات في اول المراكز، اما اللي في ثاني المراكز واصل ابو شريده واصل مزون واصل بكل قوه مزون للسيد جار الله بن سالم ابو شريده، اما اللي في ثالث المراكز هذه شايني للسيد علي بن بخيت المقارح المري في رابع في ثالث المراكز، اما في اول المراكز حتى هذه اللحظات اي الحفل الكريم هذه حشيمه للسيد عبد الرحمن بن محمد بن صرير المري، اما اللي في ثاني المراكز مزون لسيد جار الله بن سالم ابو شريده، ثالث المراكز الشاهين للسيد علي بن بخيت بن مقارح المري، من الجانب الايمن تسللت في هذه اللحظات والله من الجانب الدوني تسللت في هذه اللحظات هي الحفله الكريمه هذه الشاهينيه للسيد علي بن بخيت المقارح المري، انتزع المركز الاول، نقول تهانينا والناموس على فوز ابي مقارح في المركز الاول فوز الشاينيه، في ثاني المراكز مزون للسيد جار الله بن سالم ابو شريده، في ثالث المراكز حشيمه للسيد عبد الرحمن بن محمد بن صرير المري. التوقيت الزمني لهذا الشوط 2:21:32، جزء من السنه. تهانينا والناموس لجميع الاخوه الفائزين.